إذا صدر قانون الاستثمار، وأنا بقول الكلام ده في كل حتة، إذا صدر قانون الاستثمار خالي من نظام الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة، فهذا القانون قانون معيب. أيا كانت وجهة نظر اللي بيدافعوا عنه، أيا كانت الحجج التي تساق في هذا المجال، حجة أن المناطق الحرة بتخسر، هذا كلام لا أساس له من الصحة. وأنا طول عمري بعمل في هذا المجال، مجال الاقتصاد ومجال الاستثمار، وأنا بقول هذا كلام لا أساس له من الصحة من الألف إلى الياء. بل بالعكس، بعض المشروعات التي تعمل في مجال الوقود لولاها ما كان أمكن لمصر أن توفر وقود لمنطقة الصعيد بالكامل. المناطق الحرة ليها دور. الكلام اللي بيتقال إن في ناس بتهرب وناس بتعمل وناس بتزوي، الكلام الفاضي ده، هو اللي يغلط يتحاسب. معتصم راشد أخطأ يحاسب، يتلغي الترخيص بتاعه، أخطأ يتسجن، لكن ملغيش نظام استثمار. من وجهة نظرك، ما هي القرارات التي ينتظرها المستثمر من الحكومة ولم تتخذ فيها إجراءات حتى الآن؟ الشباك الواحد، والشباك الواحد لم يعالج في مشروع قانون الذي يناقش حاليا. الشباك الواحد يظل عقبة في الاستثمار. ازاي هم بيقولوا ان هو يدعم البيروقراطية وهيوفر الرأي؟ لا لا لا، العملية مش عملية كلام. لو احنا رجعنا لقوانين الاستثمار السابقة، وانا بقول لو رجعنا للقانون 230 كويس احسن من مشروع القانون المعروض حاليا. لا طيب، ايه تاني كان من ضمن ملاحظاتكم على قانون الاستثمار الجديد غير الشباك الواحد والمناطق الحرة الخاصة؟ المسميات طول عمرها اسمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معروفة في العالم باسم جافي. لما انا اجي اغير المسمى، ها ده الناس كده عشان تحفظ الاسم الجديد، ده اسم بقاله 20 30 سنة واكتر، اغيره ليه وعلشان ايه والمصلحة مين؟ الا لمجرد انه يتقال ان انا في العهد بتاعي اصدرت قانون انا غيرت اسم الهيئة. لا ده كلام ما ينفعش. لابد ان احنا لما نعمل حاجة يكون وراها هدف حقيقي. ما فيش حاجة اسمها هيئة الاستثمار المصرية، عمرنا ما سمعنا عن هيئة الاستثمار الإماراتية ولا هيئة الاستثمار الكويتية. هيئة الاستثمار، هل في هيئة الاستثمار تشتغل في مصر هتبقى جنسيتها ايه؟ ما هي لازم مصرية. الموضوع الثاني موضوع المسمى بتاع النافذة الاستثمارية. النافذة الاستثمارية مش هي الشباك الواحد. هم بيقولوا لا ده الشباك الواحد، لا ده مش الشباك الواحد. ودايما عايز اقول خلينا نمشي ونشوف ايه اللي هيحصل كويس، وده حديث متسجل نبقى نستعيده ساعتها ونقول احنا قلنا وانتم ما سمعتوش.